اول وصفة هنعملها مع بعض النهاردة هو برياني الفراخ. هحتاج فرخة كاملة تكون متقطعة 8 قطع، 2 معلقة سمنة يكونوا سايحين او هنسيحهم في الحلة، معلقة زيت نباتي، بصل ابيض مفروم، 2 طماطم مكعبات صغيرة، حبة بطاطس كبيرة مكعبات صغيرة، فلفل اخضر حار ترانشات، 3 معالق بهارات برياني كبار ودول بيكونوا موجودين في السوبر ماركت، معلقة ثوم مهروس، معلقة زنجبيل مهروس، ربع كوب زبادي، 2 كوب رز بسمتي، معلقة بهارات فراخ ومعلقة فلفل اسود، معلقة كاري صغيرة، وهنحتاج 2 ورقة لورا، 2 حبهان، ربع معلقة من الشطة، مكعب مرقة، وده هيكون اختياري. اول حاجة هنضيفها السمنة، لو مش بنحب نضيف السمنة في الاكل ممكن نستعمل الزبدة. هضيف معلقة من زيت الزيتون، هضيف ورق اللورة والحبهان ومكعب المرقة. دلوقتي هنضيف البصل الأبيض، هنضيف معاه الثوم المفروم والزنجبيل المفروم. الزنجبيل برضو هيدي طعم حلو كده وحرش، وكمان هيخليه برضو هيخلي الرز بتاعنا سبايسي، بيدي مزازة حلوة كمان قوي، والفلفل الاخضر الحامي. ممكن كمان نستعمل الفلفل الاحمر الحامي. ناخد بقى الفراخ كده، نقطع اللحم كده لتحت، دي مقطعينها على 8 عشان تستوي معانا بسرعه وما تاخدش حيز كبير من الحله. لكن لو الفراخ بقت، لو جبنا مثلا حلة اصغر وحطينا فيها كمية الفراخ دي، هحس ان الوصفة مكبوتة او السوا بتاعها مش هيبقى مظبوط، عشان كمان الفراخ تبقى ماسكة نفسها وما تتهريش مني في مع الرز. دلوقتي بقى نضيف الطماطم، نقطعها قطع صغيرة، ونضيف البطاطس. البطاطس بتاعتنا فيها مية وتحتفظ بفوائد. نقلب كده بقى الطماطم والبطاطس والفريخ مع بعض. هنضيف الزبادي، الزبادي هيضيف نكهة حلوة قوي للرز بتاعنا. كده دلوقتي بقى هنضيف بهارات البرياني، ودي يا جماعه هتلاقوها في كل السوبر ماركت موجوده، انواع كتير جدا بتتباع منها، مش محتاجه انا لون لان بهارات البرياني بتاعتي لونها غامق. دلوقتي نضيف الكاري، نضيف بهارات الفراخ، دلوقتي هنضيف الفلفل الاسود والشطه. الناس بقى اللي ما بتحبش السبايسي تمتنع خالص، حطينا فلفل حامي وحطينا شطه. وهنضيف الملح معلقه كبيره لان احنا حاطين اصلا مكعب مرقه، كمان الشوربه بتاعتي فيها ملح. دلوقتي بقى هنضيف الميه بتاعت الرز او المرقه، بصوا اللون، شايفين اللون عامل ازاي؟ تحفه كده. محتاجين بقى ان احنا نغطي على الفراخ بتاعتنا كده ونسيبها، اول ما تغلي هنضيف الرز بتاعنا على طول كده. ميه بتاعتي غليت، ابتدي اضيف الرز. طبعا الرز بنكون غاسلينه ونعقينه، يا جماعه ما تكتروش الميه للرز البسمتي، بلاش نحط كتير، هنلاقي الرز بتاعنا بقى ملزق. ومن الحاجات اللي بتخلي الرز بتاعنا حلو الرز البسمتي بالذات انه لازم يبقى مفلفل واحده بوحدتها، ما ينفعش ان هو ياخد ميه اكتر من حقه كده.
كده هنسيب بقى الرز بتاعنا هيغلي، اول ما يغلي كده واشرب الميه بتاعته نوطي عليه النار ونسيبه يستوي، هياخد معانا تقريبا نص ساعه.